احنا بنحاول من خلال استنهاض جميع اطر العداله وقطاع العداله بفلسطين لانه يعمل على تعزيز الحقوق والحريات وتعزيز دور القضاء وتعزيز استقلال القضاء سواء كان ماليا او اداريا او الى اخره. هذا يؤدي الى انه شعور القاضي بالاستقلال التام في اتخاذه للقرارات، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى سيادة القانون. يعني إحنا بنعرف إنه القانون الأساسي الفلسطيني في المواد من المادة 9 حتى المادة 33 تكلم عن الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل مواطن فلسطيني، ولكن مدى تطبيق ومدى الحفاظ على هذه الحقوق والحريات على أرض الواقع هذا موضوع هون يعني بحاجة إلى نقاش. يعني يلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك يعني اعتداءات أو مساس بهذه الحقوق والحريات، فإحنا بحاجة في مجتمعنا الفلسطيني أن نحافظ على هذه الحقوق، وهون نتكلم عن دور القضاء بالذات، عن دور القضاء بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات. حقيقة هو تعزيز لدور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة، وذلك يعني تحفيز القضاء والقضاء وأجهزة القضاء على إنها تقوم بدورها الفعال والأساسي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بتطبيق نصوص القانون وعدم الانجرار وراء ما رغبات السلطة التنفيذية، وذلك أن القضاء هو قضاء مستقل وهيئة مستقلة. وركزت على أهمية أن يكون هناك دور هام للقضاء الفلسطيني في حماية الحقوق والحريات، وأن يكون القضاء الفلسطيني معززا لهذه الحقوق والحريات، وأن يساهم في تعزيز وحماية الحقوق والحريات.